بقالنا فترة مش عايشين يا جدع، ده احنا كنا بنعاني من اشباه المهاجمين اللي كان عندنا دول. اقسم بالله اقسم بالله وسام ابو علي جوهرة وتسلم عين اللي جابهولنا. ربنا يحميك ويحفظك للنادي الاهلي، وانا بقول لك ما بيحسد المال الا اصحابه، والنادي الاهلي هيحسدوك على حلاوتك يا جدع. سام ابو علي ادراكولا النادي الاهلي يتربع على قائمة هداف الدوري ب 15 هدف، بقت مركب مسجلة خلاص، اي كورة بره المنطقة بتاعت وسام، اي ضربة جزاء لوسام، وحط في بطنك بطيخة اكيد ان الكره في الجول. يا راجل وسام ده مهاجم حسسنا ان الكره سهله وان الكره ما فيهاش اي صعوبه، عمل لك كل حاجه في المباراه، المهم عنده ان هو يجيب جول وفرح. بالنسبه بقى للاهلاويه، فالاهلاويه بيكسروا ارقام بعض. عمنا كولر النهارده كسر رقم ماني والجزيه ب 18 فوز متتالي. يا جدعان الاهلاويه مش لاقيين منافس، فبينافسوا بعض وبيكسروا ارقام بعض. بالنسبه بقى للبنك الاهلي، هو البنك الاهلي لازم يحرجنا كده في كل مباراه، يعني في الدور الاول اتغلبنا 4-3، وفي الدور الثاني كان هيتعادل معانا لولا وجود الفار. الحمد لله على نعمه الفار في الدوري المصري. يا عم كوره رعونتك دي وتاخيرك في التبديلات هو اللي خلى البنك الاهلي يجيب هدف التعادل، لولا الفار كان زماننا متعادلين، وكان زمانك دلوقتي متساوي مع مانويل جوزيه وما كسرتش الرقم القياسي بتاعه. شفت يا عم كوره رعونتك انت هتعمل فينا ايه؟ النادي الاهلي بقى له 4 نقاط ويحسم الدوري خلاص، وان شاء الله ال 44 في الجزيره، زي ما قلنا هنسمي الدوري ال 44 ايه بقى؟ هدايا نادي الزمالك، بس كده، يلا سلام.